أصبح بمقدور الصم قراءة المحادثات التي تجري من حولهم، وذلك من خلال زوج من نظارات الواقع المعزز من تطوير شركة إكس راي جلاس. النظارات وهي الأولى من نوعها والموصولة بالهاتف تحول الصوت لكلمات توضيحية تعرض أمام عيني مرتديها. ليس هذا فقط، بل يمكن لنظام التعرف على الصوت تحديد المتكلم أيضاً. ويوجد التطبيق حالياً على نظام أندرويد فقط، وتسعى الشركة للحصول على موافقة لاستخدامه على أجهزة آيفون أيضاً. وتسعى الشركة إلى تطوير نظارات إلى عدسات لاصقة ذكية. Yes. Wow. She feels very honored.